أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورك دور نبي أعلن سيدة ميديا ودور نيمو جمعاء قضب حساسي اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي ورارك نغسو غاري في لا صوماليا يا شيق يا انقبي اهم بعيدة مدى امي صومي حل كاسي بوح دافيان اسلامر كاسينا اي دونيان ان اي ورديان مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو ورارك نغسو غاري في لا صوماليا يا شيق ين حل كاسي اي بوح دافيان عيدة مكا سعودة كوى النبد الى لنتا ميدوغا افريكا امي صوم عيدة مداني او يسوغ جرى بوليس يا ملتريغا يا كسوغن قدها في لا صوماليا يدو سيدو كالي اي لا صعودان سراكيل سرسري او كاترسن ايو وحانا كمده وكيلك امي صوم عيدة مدى اياد الدقاقية حوق لك ودى مدحتو ايدا وحانا لغو صور رميا ان لكالة دحديقاي لبدا حفيس ايه كالة احكام فرماجي اي ريز الوزار الروبلي ما داما لغا يابين هالكاسي ايه كدعادو قعانك هادل تاليسك امي صوم اياك ورسوغا يبباشا عالمك غار اهان دولة دمريكانك تا اولا فيليو ان اي سو سارتو غو آنا لغو تاگير ايو ريز الوزار محمد حسين روبلي حالي ايو قرال دير سو سار اسلامر كاسين او جوابي دكت ديگا ايو اداري مدحويناها كورسيغا مدح مراي اسلامر كاسين او كواشي قرال لدا آن مرنبا لغا فيرسانين دانكا كلا وكيل دا بيش عالم كا ياسيدو كلا شير حساسي اه كلا حالة دا عكيران اي كسو عصبوناتي سوماليا كد ماركي مدحويناها مدحليت كي سدماده او شيغي ان اوود دا او كحيوبي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحانا قود اهان حد ايش لغو ودا حيا وحا كسو بيحي دونو بيش عالم كا غار اهان ودامدا سيدا توسكا او تاغيرو دولة دا فيدرال كا دانكا كلا وحا ودوين كا آدا مدحتويدا لغا ممنوعي قواري دا مسؤولين تا ايضو سيدو كلا اي كسو عطو مغالة دا دقاقي عيدان او ادو حوغان لما اوغا ساعد والباوحي دعي دونا حسا اهاتي وحب الله يسو من ريبانين فرماجا وحا اويري اوود ايان كا قادي روبلان وحا اويري ما ايغا قادي كرتيد او اوود ايدا انيغا ايا اسكاله دينا عاكال ور علوس قولها امان كا قرامد ميدوبي او كولان دك دقاه كا يالان ايا حالة دا صوماليا سيدا او قرشوه يهي قولها امان كا اي قرامد ميدوبي ايا مانتا كولان دك دك هاي كيالان دونا حالة دا صوماليا كدب ماركي او مدح وينها مدحليت كي سادا ماضي او سو ساري وريكتو او كو شيغي ان او كو حكينا يو اوود دي ريز الوزارة محمد حسين روبلي كولان كاني او احمد ان عادي ايهين ايا وحا لغو ايجي دونا حالة دا كسو عصبونا دي سياسة دا صوماليا حلي او دالك كو جرو مرحالة كالاقور اهي اسلام مركاسينا اي بلاودين دورا شوين كقرنكا صوماليا ايا كشي مرحالة ان هوري لو عرق ابتا او اح ان مدحليت كي دستوري غا اها اي مدحوين لا دورتي اي دماتي اونا مدحوينها مدحليت كي سا او دماتي اسبيدا يو اوودو ابوري كرقل لاسا سياسي دي اسلام مركاسينا وحاو اسكو هايستا ان ولي افرتي سنة ايسان او دمانين لكن باش عالم كي يقرمد ميدوبي ايا ورقد دك دقه كسو ساريسا مرحدي ورقد لو جرو فرماجا وحا قصب اه ان او ترتيب اسكو عسيلو ريز الوزارة صوماليا محمد حسين روبلي ايا هوري او سميي اسبدلو عدالد لوغو رادين ايو كيس كران تهليل تاس او سي عد اوغو هور يميد مدح وينا مدحليت كيسا ودماضي اي محمد عبدالله فرماجو تاس او خلاف وين ابورتي الدونك ايو مدو صوماليا ايا او جيدا ان فرماجو او دفاع ايو كيس كران تهليل اسلامر كاسين وحا او ديدن يهي خرق قربيه ستاقن ان محكمة كسو مبوغدان ما دام قبر دلوغو تهم يايقا مدح وينها مدحليت كيسا دماضي مدح عدق ايار دينا عصاري ساحيب ديسا سياسة دا اوغو هر ريو فاد ياسين ايا حندو باي او او حلال كي كا قادي ريز الوزار الروبلي سيك استوى حالة دا سياسة دا صوماليا ايا قشي وجي حاليس بدن كاسي او كال هوري دل كالوغو بد بادي كدب مركي اوودها دورشة دا ايا امنيقا لغو وريجي ريز الوزار الروبلي سيك استوى ها اهاتي مرهدي او مدح وينها وقتي كا داعي محمد عبد الله فرماجو اسكو ادكي كورسيقا اما او تلادا حن سياسي كوسي ودو وحا قصب نقو نيسا ان ارنت اي جارتو اوود ميلتري عيدة مدي بدبادة قرن وحا اي سيوين او تاغير سيهين ريز الوزارة حيل غارسين تا محمد حسين روبلي مرنوا اوود كما قادي كرو شرعيا هسا اهاتي باش عالم كا ايا لغا ورسوغا يا ان اي دكت ديگا او درتو مدح ويناها معانگا قاهي مدحا ادك اي فيلا صوماليا كو دوما ليسان ايا فضلا دب او دا ورر كيني هوري اي علان سيدا ميديا حق حساسي قار كميدة هاي عيدة مدى دوفان اي نسا او كا غوستي اسلام مركاسين عيدة مدى انا او تاقير سنة مدى حوينا وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو اهاينا كوا كسو غوستي مركي هربا ارك على شباب هسا آتي واي غوستين حق لسكو هلاين كرا او اي هشي علان سيدا ميديا يا شي جيسا ان اي غوستين قار كميدة هاي عيدة مدى دوفان اي كتير سن هيدا نسا كواس او مال مهان دا دقاقي عيدا كوا ذي قيبا كميدة هاي مقدشو سراكيل كالدوان او كتير سن هيدا نبوسيق دا صوماليا ايا علان سيدا ميديا او شي جي ان اسكر غاريسا او غيران شان اي طوان اسكر او وطوخوب عسري او اي لغوستين
دوان مركي لجي آجا هبر قديج حرم تنبو سجد صوماليا خرج جوستي أو مركي هرك ترسنا أورك على الشباب لجون الدقن عليي حرد سرندي دجمة حمر ججب يا إلا يا حد اللوجين هلك أي جان يعرب دجن ورك لدونا يا كسب حيا أسكر تاني جوستي ورك قارا يا شيء يا إن رج جوستي أي على الشباب أقولن يجا يهوب كود هلك ورك لنا أي شيء يا إن أي جوجان حافظ كم داي مقالة مقدسة سلام مركاسنا أي هوب كدجن كدبنا أي دب أقول لابتن أهل دو wararkii ugu dambeeyay ee laga maqlo dhalinyaradaani goosatay ka hor inta aysan bixin ayaa ahaa xerada ayaa nagala soo qaaday mana nalo sheegin in dagaal nalo wado waana nala qiyaanay intaasii kadib waxaa lagu baraarugay in dhalinyaradaasi ay gabi ahaan u baxsadeen madaxweynaha madaxa adag ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhalinyaradaasi soo waday isla markaasina waxa uu doonayay in uu ku weeraro ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa ayna yiraahdeen waana la soo qiyaanay intaasi kadib waxaa lagu buraarugay in ay dhalinyaradaasi gabi ahaan ba goosteen ciidamada duufaan ayaa u badan dhalinyaro al-shabaab ka tirsanaa oo lagu dhaqan celiyay xeerada sarandi iyo qaar laga keenay gobolka gedo waxayna toos uga amar qaataan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gacan ku dhiig le fahad yaasiin ciidamadani ayaa qaar ka laga keenay gedo waxa ay ku heeb yihiin madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ciidanka duufaan ayaa ah kuwa hadda jooga isgoyska ku dhow xarunta nisa ee diidan in taliyaha cusub ee nisa bashiir goobe uu xarunta u gudbo halka gudaha xarunta nisa ay haystaan ciidamada waran oo taageersan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa gebi ahaanba dalka waxa ay gelinayaan burbur dagaal sokeeye dhinaca kale falaqayn sharci farmaajo ma hakin karaa awoodda ra'iisul wasaare roble madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shala soo saaray wareegto uu ku sheegayo inuu hakiyey awoodihii ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble kadib khilaaf soo kala dhexgalay haddaba sharciyan farmaajo xilligaani awood ma u leeyahay inuu qaado tallaabadaasi garyaqaan daahir maxamed carab oo ah sharciyaqaan ku sugan muqdisho oo la hadlay idaacadda v o e da ayaa sheegay in marnaba uun madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday awood u lahayn inuu tallaabadaasi qaado maadaama uu dhammaaday muddo xileedkiisii sharciga ahaa garyaqaanka ayaa isaga oo soo xiganaya dastuurka ku meelgaarka ay waxa uu sheegay in baarlamaanka uu kalsoonida siiyey xukuumadda isla markaasina uu dastuurka uu awoodda u badan siiyey xukuumadda xilgaarsiinta mar hadduu dhammaado muddo xileedka madaxweynaha iyo kii baarlamaanka awoodihii dastuurka ahaa ee labadaasi hay-adood halkaas ayay ku dhammaadeen laakiin xukuumaddu waa ka duwan tahay ayuu yidhi awoodaha hay-adaha waxaa bixiya dastuurka madaxweynaha sida ogsoonnahay waa la soo doortay waa afar sano oo ka bilaabanaysa marka la dhaariyo laakiin xukuumadda maadaama laga rabo shaqo maalinla ah lagama maarmo ay tahay in bulshada u adeegto waxaa awood loo siiyo in shaqada sii waddo ilaa xukuumad kale laga soo dhisayo si firaaq dastuuri ahay uusan u dhicin ayuu yidhi garyaqaanka sidoo kale waxa uu sheegay inuusan jirin qodobo dastuuri ahay oo siinaya in madaxtooyada iyo baarlamaanka ay sii wadi karaan shaqada isagoona xusay in shaqadii caadiga ahayd ee horay u socday uu dardar gelinayo ra'iisul wasaaraha oo uu go'aan gaari karin ama qaranka xasiloonida iyo deganaashaha guud ee bulshada soomaaliyeed ugu dambayntii waxa uu sheegay in hay-adaha keliya ee dastuurka uu xilligaani awoodda siiyey ay tahay xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble taasi oo ka dhigan in wareegtada farmaajo aysan sharciyad ku dhisnayn hase ahaatee ay tahay qaar iska tuurnimo isla markaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo dadka hareerihiisa jooga ee la talinaya waxa ay ku ridayaan bohol weyn ummadda soomaaliyeedna waxa uu ku sii wadaa meel ayn marnaba ka soo laaban doonin si kastaba ha ahaatee farmaajo waa in dalka laga badbaadiyaa ayna dib ugu soo laabtaan ciidamadii badbaado qaran magaalada muqdisho dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.